إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وأبدأ بالذي هو خير، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. عباد الله، كان رجلا سيء الطبع، سفيه المنطق، قال عنه الأصمعي: لا توجد كلمة بذيئة وصفته بها إلا صدقت وطبقت. وقال عنه الإمام ابن قتيبة: كان ضعيف الدين فاسدا. كان هذا الرجل تجري البزاعة في حياته مجرى الدم في العروق. لماذا؟ لأنه كان لقيطا، لم يكن له أب، فسخط على نفسه، وسخط على المجتمع، وسخط على كل من لقيه، لذلك عرف ببزاءته، فما يجد إنسانا إلا شتمه، ولا يعرف مخلوقا إلا وأساء إليه، حتى أنه إذا لم يجد أحدا يتوجه إليه بالسباب والشتائم والإساءة وقلة الأدب، استلم زوجته وأساء إليها. إنه الحطيئة، الشاعر الذي أدرك الإسلام بعد أن كان جاهليا، أسلم ثم ارتد، ثم بعد ذلك أسلم مرة أخرى، ولكن طبعه هو لم يتغير. فلما لم يجد أحدا يستمع، يتوجه بالسكينة والسباب وقلة الأدب مع والدته التي ولدته، حتى أنه قال عنها مرة وهي تجلس أمامه: تنحي تجلسي مني بعيدا، أراح الله منك العالمين. أغربالا إذا استوجعت سرا، وكانونا على المتحدثين، حياتك ما علمت حياة سوء، وموتك قد يسر الصالحين. وذات يوم خرج يبحث عن أحد يستمع فلم يجد، ولسانه يردد هذا القول: أبت شفتاي اليوم إلا تكلما بسوء، فما أدري لمن أنا قائله. ويبحث عن الإنسان فلا يجد، يبحث عن المرأة فلا يجد، الطريق خالي، والناس في بيوتهم، والقوم كل في عمله، وهو يردد ويقول: أبت شفتاي اليوم إلا تكلما بسوء، فما أدري لمن أنا قائله. فذهب بجوار بئر، فلما أطل في البئر وجد صورته في الماء، فكتم نفسه وقال: أرى لي وجها سواه الله خلقه، فقبح من وجه وقبح حامله. هكذا يسير الفتاة في عروقه، وتسير البجاءة في لسانه، لدرجة أنه أساء إلى المسلمين، وأثار فتن بين العشائر والناس. فمسكه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وتمكن منه فألقاه في البئر، ورجل وراءه عيال، فقال قصيدة يستعطف أمير المؤمنين أن له أولاد كأنهم الطيور الصغار، لا زغب ولا ريش، في منطقة تسمى ذي مرخ، إلى آخره. استعطف عمر بقصيدة من 8 أبيات مطلعها: ماذا تقول لأفراخ ذي مرخ، ذهب الحواصل لا ماء ولا شجر، ألقيت كاسبهم في قعر مظلمة، فاغفر عليك سلام الله يا عمر. عندها حن أمير المؤمنين رضي الله عنه، فبكى لحال أولاده، فأخرجه وقال: أيها الصحب الكرام، أفتوني في لسان هذا الشاعر، اعتوني بسكين وقف.
فجاء بالسكين لكي يقطع لسانه، فقال لولا انها تتخذ سلة من بعدي لقطعت لسانك. ثم قال له اشتري منك اعراض المسلمين والمؤمنين ب3000 درهم. فاعطاه 3000 درهم حتى يكف عن سفك المسلمين والتعرض لاعراض المسلمين. ومضى الرجل في ايامهم الا انه في اخر حياته عرف ان الفساد زائل، وان الله ارسل اليه من نذر السيد في شعره، فعرف انه هو زائل وانه على الله مقبل، فبدا يعود الى الدين والفطره رويدا رويدا، حتى اطلقها قائلا ولست ارى السعاده جمع مال، ولكن التقي هو السعيد، وتقوى الله خير الزاد ذكرا، وعند الله للأتقى مزيد، وما لا بد أن يأتي قريب، ولكن الذي يمضي بعيد، وتاب إلى الله رب العالمين. وقد وعدتكم في الخطبة الماضية أنني سوف أتكلم عن ثمرات الإعلان وما سببه في هذه الأجيال في روحها وجسدها وأفكارها وعقيدتها. فلئن كان الحطيعة الذبح عمر، فمن لنا أن يؤدب هذا الحطيعة الكبير الذي يسمى الإعلام؟ ولئن كان الحطيعة لقيطا، فهل هذا الإعلام لقيط؟ إنه لقيط من عدة جنسيات، لقيط من فرنسا مرة، ومن بريطانيا مرة، ومن أمريكا مرة، ومن الشرق مرة، ومن الغرب مرة. ولكن هل يصيب هذا الإعلام كما صاب الحطيئة؟ نرجو ذلك، وإن كنا لا نظن ذلك، ولكن اليأس في ديننا ممنوع. وعندها نبدأ بأن الإعلام لغة هو الإخبار، واصطلاحا عند أهل هذا الفن يقولون هو نبذ الرأي بالخبر في هيكل هام ينتج من أجل توجيه المستمع لأهداف مخططة. والله سبحانه وتعالى منذ القديم تكلم عن هذا الخبر وهذه الكلمة وهذا الإعلام، فوصف الإعلام الطيب والكلمة الطيبة قائلا ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. هذا هو الإعلام الطيب والكلمة الطيبة والسلوك الصحيح، يبني ولا يهدم، يوجه ولا يضيع، له آثار إيجابية في بناء هذه الأمة. أما الكلمة السافلة والكلمة المنحطة الخبيثة فمثلها كما قال تعالى ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. وها أنتم ترون الطريق واضح أن ثمرة الكلمة الطيبة كما قال تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وثمرة الكلمة السيئة الخبيثة كما قال تعالى ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. إذا نظرت إلى واقع الناس وجدت أن الإعلام هو الموجه المباشر لجميع طبقات المجتمع، فقراء وأغنياء، ذكور وإناث، صغارا وكبارا، لأن الإعلام هو المذياع والتلفزيون والكلمة المقروءة في الصحابة في الصحافة والكتاب المنشور في المكتبة والإعلام المرسوم والمسرحية والسينما والفيزي والأشرطة، كل هذه الإعلام ولا شك أنه ما من بيت مسلم أو غير مسلم إلا وفي مثل هذه الأجهزة قد اقتحمت ودخلت. فماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أن الإعلام يهدم أكثر مما أنه يبني، أن الإعلام يدمر أكثر مما أنه يوجه ويصحح. هذا هو الواقع وهذا هو الحال. فماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة كما ترون من ثمرات الإعلام الفاسد الأولى هي ضياع هوية الأمة وضياع هوية المجتمعات المسلمة، بل وضياع هوية المسلم. اسأل المسلمين ما هي هويتك يا مسلم؟ هل هويتنا الإيمانية تأخذ مبادئها من أفكار طوائفنا اليونانية أم زوجية أم كهنوتية أم منزوجية أم علمانية أم ماركسية أم رأسمالية أم إباحية أم عرقية قومية انفعالية قبلية؟ اسأل الناس عن أنت
انتماءاتهم. فإذا سألت وبحثت تجد أن انتماءات الناس وهوية الإنسان المسلم هوية مرقعة، جاءوا برأي من مفكر وفقر من كتاب ومبدأ ولون من بلد ومتجوها وعطوها لهذا المسلم، فأصبح المسلم بلا هوية، مشتت، ضائع، لا يعرف ما هي الوجهة. هو مسلم في عقيدته، ولكن عندما تأتي إلى توجهاته وكثير من أفكاره تجده مبلدا، تجده مضيع، تجده لا يعرف شيئا ويخلط بين أمور كثيرة ليس المجال للإطالة في ضرب الأمثلة. بالإضافة إلى ضياع هوية المسلم، هذه الهوية المرقعة هناك ثمرات أخرى. هذه الثمرة هي تشتيت الأمة فكرا وولاء وهدفا وتطورا، بالإضافة إلى ذلك أوجدوا تبعية للأمة، تبعية أجنبية غربية للولاء للكافر. أنتم الذين عاشوا من آبائنا يذكرون أنه في الحرب العالمية الثانية 45900 انقسم العالم العربي، بل كل حي عربي وكل قرية إلى قسمين، قسم يتوجه بالدعاء إلى دول المحور هتلر ورومل، وقسم يشجع ويدعو الدول لدول الحلفاء تشرشر ومن تجمري، قسم مع تشرشر ومن تجمري، وقسم مع رومل وهتلر. وهكذا انقسم الناس وتشاجروا في كل مكان، تجد مشجع لهذا الكافر ومشجع لهذا الكافر. أين الإسلام؟ أين الخلافة؟ أين التوحيد؟ أين إسلامكم؟ تجد أن الناس أصبحوا في غفلة، بل أن وسائل الإعلام استطاعت في العالم العربي هاي أن تجد ولاءات وسيارات ضد كل ما يسمى إسلامي ومع كل ما يسمى كافر. هو ضد الإعلام، يقف مع محور الكافر ضد باكستان المسلمة، يقف مع خلافه أناس الملحد مع ضد أريتريا المسلمة، يقف مع مكاريوس ضد الأتراك المسلمين، يقف مع ماركوس في الفلبين ضد المسلمين وحركة المجاهدين نورو، يقف مع نيروري النصراني ضد الشعب المسلم في زنجبار. وهكذا انفق التاريخ واقرأ، تجدهم دائما مع الأعداء. فيتربى الشعب والأبناء والصغار والكبار على ولاء وانتماء وحب وعاطفة تجاه كل ما يسمى نصراني أو ملحد أو نازي، المهم ضد الإسلام. ولذلك ضاع الهدف. إذا جئنا بعشرين من الصحابة أو التابعين وسألناهم وعطينا كل واحد منهم ورقة وقلم اكتب لماذا في سبيل من استشهد، لوجدت إجابة واحدة: استشهدنا وجاهدنا في سبيل أن تكون كلمة الله هي العليا. ولكن يأتي بكل بلد عربي 20 بلد أو 21 بلد مع جيبوتي، اسألهم اسألهم ووضعهم في غرفة وأعطي كل واحد منهم ورقة وقلم، لماذا تحاربون في سبيل من تريدون أن تموتوا؟ لوجدت 20 إجابة، لا هدف، لا معرفة للغاية التي يسيرون في سبيلها. إذن ضيعوا هوية المسلم أولا، وضيعوا هدف الأمة، وشتتوها في ولاءاتها وانتماءاتها. ثالثا، نشر ضلالة فصل الدين عن الدولة، ضلالة مستوردة من الغرب. أن الدين شيء والسياسة شيء، العبادة شيء وأمور الإدارة الاقتصادية والاجتماعية وتوجيه البلد بالإدارة السياسية الإسلامية شيء آخر. أوجدوا هذه الضلالة. قد يقول إنسان يا أخي هذه مو موجودة، أقول لك تذهب في بلد مسلم في الجزيرة العربية تلقي محاضرة في مسجد فيقوم لك في الصف الأول من يقول لك يا أخي إنك تكلمت كلاما جميلا وطيبا وحسنا ولكنك خلقت الدين بالسياسة. هذا هو الذي سماه الأستاذ سيد قطب رحمه الله في كتابه المستقبل لهذا الدين، الانفصام النكد بين الدين والحياة. فبتصلي صلي وصوم وحجة وزكي، ولكن لا تتدخل في شؤون الحياة. هكذا انتقلت إلينا النظرية الكنسية الكهنوتية من الكنيسة إلى المنبر والمحراب، فأضاعوا هذا المبدأ في قلوب المسلمين وفصلوا الدين عن الدولة. والعين الذي كان يقرأ جريدة الوطن وذاك الرجل الذي يهاجم الحركة الدينية طرح هذه الفكرة وقال إن الدين والمذهب يتدخل في السياسة، أصبحت هناك ويلات ومصائب، وبدأ يطعن في الإسلام بعد أن كان يطعن في الدعاء.
بالإضافة إلى ذلك تشويه صورة كل مسلم وتشويه صورة الحركة الإسلامية. ماذا يقولون كما كانت تنشر قديما مثل الهلال صورة واحد ملتحن وبجواره مسدس واصبعين دنانات يريد ان يفجر السد العالي. السد العالي ده ما بعد ما فجره في الاف الدنانات لان في منطقه صخريه رهيبه يريدون ان ينفتل الجسور. الحركه الاسلاميه والدعاه يريدون ان يخدموا السينمات، يريدون ان يخربوا المستشفيات، يريدون ان يخربوا حتى المساجد. هذه حرب عالميه وليس حركه اسلاميه يا اخي. الى هذا الدرجه يسلطون الاضواء على المسلمين من اجل تشويه الحركه الاسلاميه. لذلك لما كنت في السفر وكنت في الطائره الخطوط الجويه الكويتيه عرضوا لنا في الطائره مره فيروز ومره فرقه الاسلاميه تغني عن الاسرى الحلو ومره الى اخره. عندها تذكرت من؟ تذكرت ذلك المخزون الذي يسمى بني ادم عندما كتب في جريده السياسه في تاريخ 24/4/84 وقال ان هناك طيار كويتي اذا ركب مع المسافرين يقول لهم دعاء الركوب يقرا عليهم القران. لماذا قران في الطياره؟ فيروز حلال والحلم الاسمر حلال بين السماء والارض وكتاب الله سبحانه وتعالى حرام ونحن معلقون بين السماء والارض في رحمه ارحم الراحمين سبحانه. عندها قلت لا شك لا شك ان الاستعمار له دور. ويا هذا المخبول اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير؟ ولكن اذا كان الطباء طباء سوء فلا ادب يفيد ولا ادوب. هؤلاء الناس من النوع الذي قال الله تبارك وتعالى فيهم واذا ذكر الله وحده اشمعزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره واذا ذكر الذين من دونه فاذا هم يستبشرون ولكن تمضي المرحلة. القضية هذه غير متدين لكن هي القضية هذه الدين ليس القضية هجوم على متدينين. القضية الهجوم على عقيدتكم وقرآنكم وسنتكم. هذا هو الواقع الذي يجب وينبغي أن ننتبه إليه. رابعا أو خامسا إفساد أخلاق وسلوكيات الجيل من شباب وفتيات. المسلسلات الإجرامية المسلسلات الخلاعية كلها تدمر. حتى أننا قرأنا منذ أسبوعين أو ثلاث في الجرائد أن المباحث الجنائية ما زالت تحقق في شركة قام بها طفل لا يتجاوز 18 من عمره المتوسطة رأى مسلسل تلفزيوني في طريقة سرقة الذهب فذهب وطبق خطة المجرم في التلفزيون بدقة فسرق ذهب أهله ب3000 دينار. ثم لما تورط بكثرة الذهب بكى لأحد قريباته وشكى إليه الأمر. من المسؤول؟ التلفزيون يربي، التلفزيون يوجه، التلفزيون يعلم، ولكن دمر في تعليمه وأساء في تربيته وتخبط في تنظيمه. أيها الإخوة الأعزاء، إننا نرى التلفزيون يعرض مباراة الكرة من أجل ضياع هذا الجيل، مباراة الكرة في أيام الامتحانات، التلفزيون في العالم العربي جميعا لا يغلق إلا في ساعة في ساحة متأخرة من الليل. في رومانيا واليابان تطور الدول بدأ يغلقون التلفزيون الساعة 10:00. فلما سأل المسؤولين لماذا؟ قالوا نحن بلد صناعي ونحن بلد عمل ونحن بلد جهد ولا بد أن يريح العامل والمهندس والطبيب لكي يأخذ قسطا من الراحة ليلا فيقوم في النشاط وفي الصباح يؤدي ويداول عمله كأحسن صورة وأكمل وجه. نحن سهرا إلى آخر الليل إلى الصباح لا عمل وليس في حسابنا صلاة أجر ولا عبادة ولا عمل. يقوم الطفل الصغير إلى مدرسة يفرق عيناه التي انقلبت إلى حمراء لا يعرف أن الصور الخيالية التي انطبعت من ذهنه سواء من أفلام الرعب أو أفلام الجنس أو أفلام الإجرام أو أفلام اللغو واللهو والحرملة. خامسا فساد التصور بالقضايا للعالم الإسلامي. يأتي مسلم يطرح الطرح القومي تصوره عن الاسلام خطا فعندما تاتي وتجمع تبرعات في افغانستان يقول لك يا اخي فلسطين نقول له انت تقول هذا الكلام متاجرا والا ماذا قدمت لفلسطين؟ ولكننا نقول فلسطين قضيتنا وافغانستان قضيتنا وكل قضيه ارض فيها مسلم يسجد بخشوع ويهمس في سجوده سبحان ربي الاعلى فهي مشكلتنا وقضيتنا. لذلك نحن عندما ننظر الى افغانستان وفلسطين كما قال الاستاذ يوسف العدل ننظر كمثل رجل ربى بناته تربيه ايمانيه اخلاقيه ثقافيه فجاء مجموعه
وفي ربها. فإذا ما جاءت عصابة أخرى وسرقت البنت التي هي أصغر التي هي أقل ثقافة وأقل مكانة في قلب أبيها، فهل يقول لا لا أنا أبحث عن البنت الأولى وليس لي دخل في هذه البنت الثانية؟ هذا خطأ. نبحث عن البنتين ونجاهد في سبيلهما ونوزع طاقته، كذلك نحن نبحث عن بنتنا عن أمنا القدس وعن أمنا الأخرى أفغانستان. كل القضية تهمنا ولكل من دور وهناك أولويات. فساد في التطور في كل شيء عندنا نحن المسلمون. كذلك من ثمرات الإعلام الكاذب اعتبار الماركسية واليسارية مظلات وطنية مدعومة. يقول لك انت شيوعي، يقول لا يا اخي. ليش يا اخي؟ الشيوعية والوطنية والحرص على فوات البلاد ومحاربة الاستعمار، مع ان المنطق يقتضي ان الشيوعي الذي يتوجه في صلاته الى موسكو ويوجه خطوة الكرملين نفس القضية تنطبق عليه في الذي يتوجه في صلاته الى البيت الابيض في امريكا. هذا جاسوس الامريكي، جاسوس للغرب، والله الشيوعي جاسوس للشرق. القضية واحدة يا اخوة، لكن هؤلاء يحاولون ان يتلاعبوا بالاحكام وبعقول الناس. ايها الاخوة الاعزاء، بالاضافة الى ذلك، الدعوة الى الاختلاط في النوادي وفي المدارس وفي كل مكان دعوة كاذبة يحرص عليه الاعلام ويفعل لها الدعاية. اكثر من ذلك فانه يدعو الى كل الرخيص. كل مرة قال اننا ملكة جمال العالم. تدرين شو ملكة جمال العالم؟ يبحثون العيون، يعني عندهم ناس الباب كبير لابد العيون يكون في ساحة 5 سنتي والإذن فوق الصدر وهكذا يأتون بالمقياس ويفسرون المرأة ويكرسونهم وكرسون أصحاب النساء وصدور النساء وأرداف النساء وعنة المرأة، ثم يخرجون 3 أجمل نساء العالم. هكذا يا إخوة بكل جرأة وبكل وقاحة يفعلون هذا الشيء. بالإضافة إلى ذلك، بالإضافة إلى ذلك يجد هناك إفساد معنى البطولة في عقول الشباب. أتعلمون ما معنى هذا؟ أتعلمون ما معنى هذا؟ معنى هذا عندما يأتي التلفزيون ويقول لك الفيلم الفلاني بطولة فريد شوقي ورشدي أبابة ومحمود المليجي وفلانة 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 من الساقطين والساقطات الأحياء منهم والأموات، فهنا تنتفج الأفكار. ويقع الإنسان والشاب خصوصا في خط أنا الذي أعرف أن البطل خالد بن وليد وسعد بن أبي وقاص وصلاح الدين وهكذا، فكيف كان فلسطين بطل مع أن في الإعلام الغربي ما يقول أنه بطل، إنما الممثل الفلاني كأنك في الفيلم الفلاني. إحنا في كل فيلم فلان بطل، في كل فيلم فلان بطل. وأضرب لكم مثلا في هذا اليوم الجمعة ذهبت لأحد المكتبات أسأل صاحب المكتبة وسألت من قبل مكتبات كثيرة كانت الإجابة واحدة، أكثر الناس ماذا يشترون يا صاحب المكتبة؟ فيقول أكثر الناس يشترون والمجلات التي فيها صور والمجلات التي فيها حكاية لضياع الوقت والمجلات التي فيها فساد أو صور هارية. قلت هذه المجلة، وأنا أشير إلى مجلة الشبكة، شبكة المجال الجنسية التي تأتي من لبنان. قال هذه ما تطول على طول تروح لأن جنس ولأنه سقوط في الوحي وتدمير الأخلاق. فحرصت اليوم حرصا شديدا، حرصت حرصا شديدا أن أخذ العدد، فأخذت العدد وإذا على غلاف وقضية العدد بطل بطلة. أما البطل النصرانية جورجينا رفق، وأما البطل الدرج فريد الأطرش ومعذرة لذكر الأسماء حتى تعرف أبناءكم بمن سوف يتعلقون. فماذا قال عن جورجينا رفق؟ قال هذا العدد، عدد رقم 1556 الأخير، قال ملك جمال الكون. لا تزال ملك جمال الكون، بل صارت جورجينا ملكات جمال الكون. إن أي ملكة نسبت بعدها على عرش الزمان لم تدانيها رتبة أو تقاربها مرتبة أو تلامسها ملاحة، عنها نظمت الأشعار ولها ارتفعت التراسيم وبها تغلت الأغاني، وبين أحبابها وأحباب عينها تظلل المحبون والمسلمون كأنها النور الذي ينبثق إلى الشمس. لا تزال وحدها الملكة ووحدها مالعة الدنيا وشاغلة الناس.
قضية الأمة هذه الساقطة، الفاجعة النصرانية من لبنى يأتون بهذه المجلات لكي يهدمون هدما، ثم شبهوها بالماء، بماء النهر، ثم بماء الشلال، ثم بماء الرفراف، ثم بالماء النوار، ثم بالماء الطاهر. ثم قال الكاتب قد دعر الله الكاتبة تهلك الماء الطاهر، ثم قال سبحان رب الذي جعل من الماء كل شيء حي. وبعد ذلك جاءوا للدرزي وقالوا تحت عنوان أخلاقية، مواقف أخلاقية بفريد الأطراف، بدعين دام الأخلاق ودام أسس التعامل والسلوك. ولما قرأت هذا الكلام ذكرت كلام شاعر الإسلام يوسف العظم عندما قال نذكر الأمة كيف أننا تركنا الدين الأصيل وتركنا الرعيل الأول وتركنا القوم الذين حملوا الإسلام ونفروا إلينا، تركنا خديجة، تركنا عائشة، تركنا عفة، تركنا كل هؤلاء، تركنا المجاهدين والمجاهدات وتعلقنا بأسقط خلق الله. فصدق حين قال كانت خديجة أما في مسيرتنا، كانت خديجة أما في مسيرتنا، واليوم أم الحمى حمالة الحطب، وكان حمزة يرعى ركب دعوتنا، واليوم عاد ليرعانا أبو لهب، أذلنا قادة في كل معترك، وجرعونا قؤوس الذل والهرم. هكذا توجيه مركز مدعوم كبير ضيع الأمة الرضيعة، ولولا خشية الإطالة لكملت لكم وأسهبت في مكاتب الإعلام والثمرات السيئة التي ألقاها علينا في بالنسبة للأجيال والأمهات الصغار والكبار فكرا وعقيدة ووجدانا وذوقا وسلوكا. أسأل الله رب العرش العظيم أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يكفر عنا سيئاتنا. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم، واشكروه على نعمه يزدكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، وبعد، هناك كتاب لطيف تحت عنوان حكم الإسلام في أجهزة الإعلام من أستاذ عبد الله علوان، وهناك كتاب قيم تحت عنوان سيطرة وسائل الإعلام وسيطرة السلمية العالمية عليها لزياد أبو غنيمة، وهناك كتاب كذلك عن الإعلام من أستاذ يوسف العظم فيها إشارات طيبة. هل أجهزة الإعلام حلال أم حرام؟ ما هو الدور المطلوب منها؟ ما لها وما عليها؟ تفصيلا جميلا في هذا الكتاب حكم الإسلام في أجهزة الإعلام. والسؤال الذي يطرح، هل هذه الأشياء حراما؟ إن أحد المفكرين يقول إن شابا قال لشاب يا مسلم، إن عمر بن الخطاب كان يقول أرى الرجل يعجبني فإذا سألت عنه هل له صنعة فإن قيل لي لا سقط من عيني. وأقول لو كان عمر في أيامنا هذه موجود لقال أرى الرجل يعجبني فإذا سألت عنه هل في بيتي تلفزيون فإن قال نعم سقط من عيني. فرد عليه الشاب الحكيم وقال لو كان عمر موجود ولم يقل هذا الكلام وإنما سيطر على التلفزيون وأجهزة الإعلام وسخرها في خدمة الإسلام والمسلمين. المنطق أن أجهزة الإعلام سلاح ذو حدين، يمكن أن تبني فيها ويمكن أن تهدم، وهذا موضوع يحتاج طرحه إلى خطبة أخرى، ولكن ذكرت لكم المراجع والقضية في عمومها مدركة ومعروفة. ولا بد لي من قبل أن أختم خطبتي أن أقول أن هناك عهدا ووفاء ذمة وينبغي أن تقال حتى لا أطيل عليكم، أن هناك رجلا، هذا الرجل كان يعيش في الولايات المتحدة مطاردا من بلاده، الجميع يحبه وكنت أسمع عنه هنا، فلما ذهبت وسألت عنه وإذا بقتلتي كانت قتلة بشعة وتمثيلا بشعا من الذي قتله ولماذا قتلوه ومن هو الرجل وما هو كلامنا حول هذه القضية التي لم ينصر عنها الإعلام شيئا أبدا، ولو مات كلب عقور لريج أو أي إنسان ملحد
الحب لذكروه. ما ذكر هذا الخبر إلا مجلة المجتمع منذ أسبوعين عندما نشر تحت عنوان جريدة. ولكن وفاء علينا أن يذكر ذلك الشاب الداعية ومن قتله ولماذا قتلوه ونعقب على هذا الموضوع. وهذا إن شاء الله يكون في الخطبة المقبلة. أسأل الله رب العرش العظيم أن يغفر لنا ذنوبنا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر، ارزقنا فيما جرت به المقادير. اللهم يا رب العرش العظيم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما. اللهم لا تذر علينا بعد دمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا كربا إلا فرجته، ولا هما إلا أزلته، ولا دينا إلا قضيته، ولا كبيرة إلا معه. هذا الرجل كان يعيش في الولايات المتحدة مطاردا من بلاده، الجميع يحبه وكنت أسمع عنه هنا. فلما ذهبت وسألت عنه وإذا بقصتي كانت قصة بشعة وتمثيلا بشعا لمن الذي قتله ولماذا قتلوه ومن هو الرجل وما هو كلامنا حول هذه القضية التي لم ينشر عنها الإعلام شيئا أبدا. ولو مات كلب عقور يريد أو أي إنسان ملحد لذكروه. ما ذكر هذا الخبر إلا مجلة المجتمع منذ أسبوعين عندما نشر تحت عنوان جريدة. ولكن وفاء علينا أن نذكر ذلك الشاب الداعية ومن قتله ولماذا قتلوه ونعقب على هذا الموضوع. وهذا إن شاء الله يكون في الخطبة المقبلة. أسأل الله رب العرش العظيم أن يغفر لنا ذنوبنا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر، ارزقنا فيما جرت به المقادير. اللهم يا رب العرش العظيم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما. اللهم لا تذر علينا بعد دمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا كربا إلا فرجته، ولا هما إلا أزلته، ولا دينا إلا قضيته، ولا كبيرة إلا محوتها. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. آمين يا رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. فضيلة الشيخ، إن لدي والدة كلما قلت لها إن مشاهدة التلفزيون حرام قالت كيف يكون حرام والشيوخ مشاهدهم فيه. نعم، مشاهدة التلفزيون فيما أرى تنقسم إلى قسمين: مشاهدة أشياء غير محرمة كمشاهدة من يأتون بأذكار يعني بعلوم شرعية أو بقرآن أو بأخبار أو الاطلاع على مخلوقات الله سبحانه وتعالى من الطيور أو غيرها، هذا لا بأس به ولا حرج فيه. ومطالعة محرمة مشاهدة محرمة كمشاهدة اللاعبين الذين تكون أفخاذهم مكشوفة، هذا لا يجوز لأن النظر إلى الفخذ حرام. وكذلك أيضا بعض التمثيليات والمسرحيات التي فيها هدم من الأخلاق وتعويض على العدوان والجرم، هذا لا يجوز. فالمؤمن لا يمكن أن نمنع من المشاهدة مطلقا ولا أن نبيحه مطلقا، بل على حسب ما يشاهد، هذا من حيث مشاهدته. أما من حيث اقتناؤه فإن كان الإنسان يتمكن من السيطرة التامة على أهله بحيث لا يشاهدون إلا ما يباح شهوده فلا حرج في اقتنائه، وإن كان لا يتمكن فإنه لا يقتنيه. نعم. نرى المرأة إلى الرجل لا بأس به على قول الراجح، فإنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لفاطمة بنت قيس: اعتدي في بيت من مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده. وثبت عنه أنه كان الحبش يلعبون في المسجد وهو يستر عائشة تنظر إليه. ولأن النساء يمشين في الأسواق والرجال قد كشفوا وجوههم فينظرن إلى الرجال، لا بد من هذا إلا إذا كانت تتمتع بالنظر إلى الرجل أو تتلذذ، فهنا يحرم من هذه الناحية. نعم. هذا يقول لما نحرمه خطأ هو صحيح. نعم.
قوله لعائشة. أجاب على هذا أن يقال إن الخمر والميسر ما تنفصل المنفعة والمضرة، لا تنفصل المنفعة والمضرة، فهو شيء واحد فيه منفعة وفيه مضرة ما تنفصل إحداهما عن الأخرى، بخلاف هذا الذي يرى فيه شيء مباح ويرى فيه شيء محرم، فهذا يمكن فصل هذه عن هذه. نعم، إلا هذا الضابط، إذا كان الشيء نفسه في محرم ومباح وجب اجتنابه. يسكه فيه مرتاح، قل به هكذا لا يروح. نعم، في صعوبة في التحكم، والله ما أعرف، أنا أعرف كل هذا الشيء الذي تخشى أنك تقع في المحرم اترك. كل شيء يصير طيب عندهم، أقول كل شيء يكون عندهم طيب، لا يعني ما يمكن. ها؟ أنا قلت لك إذا كنت ما تستطيع أن تتحكم فيه فلا تقتنيه، اترك. ما إذا قالوا نقول كذبت، إذا قالوا هذا قلنا ليس بصحيح، إذا قلنا هذا قلنا ليس بصحيح، وأنا أسمع وأنا ما انفردت بهذا القول، قاله من هو أعلم مني، قاله من هو أعلم مني هنا في البلاد هذه. نعم، وأعطوا ترخيص على أنه تصور في الأفلام التي فيها أظن أشياء إسلامية، فالمسألة ما هي مني أنا. ثم إنه لمسألة يا أخواني، نحن مسؤولين أمام الله عز وجل، مسؤولين، يعني سيقول الله لنا لماذا حرمتم هذا وهما في محذور، شوف. فإذا كان المسألة ما يمكن يشاهدون هذا المباح إلا بمشاهدة المحرم، إن هذا حرام، لأن ذريعة المحرم محرمة. أما إذا كان يمكن، مثل رجل طالب علم يحب أن يطلع على أخبار، يحب أن يستمع إلى أقوال من يتكلم فيه، يحب أن يشاهد مخلوقات الله اللي فيها دليل على حكمة الله عز وجل وعلى قدرته، يقول الله هذا حرام عليك، والله ما أستطيع أن يحرم شيء. أحسن، إذا كان مصحوب الموسيقى صار مثل الخمر، اثنان أكبر من اثنين، يقول غلقه. أين؟ نعم، الثقة الإسلامية. يقول الثقة الإسلامية. أنا أقول الآن إذا كان لا يمكن هذا إلا بهذا فهو حرام. انتبه يا أخي. إذا كان لا يمكن هذا إلا بهذا فإنه حرام. لأنه إذا اختلط المباح بالمحظور صار المباح حراما. ضرورة وجود اجتناب المحظور. فإذا لم يمكن اجتناب المحظور إلا بترك هذا المباح، الشيخ اللي عنده التلفزيون معناه يرى انه حلال، الشيخ اللي عنده التلفزيون معناه انه يرى انه حلال، وانا اخبركم ما عندي تلفزيون والحمد لله. نعم نعم، لا لا ما صحيح. نعم، ما موقف العلماء بمحلات الفيديو التي عملت بها البلوى؟ هذه تؤخذ من كلامنا قبل. نعم. أقول الناس التلفزيون تجمع الأقسام، إما إنسان ينعم دينه مثل التلفزيون فهذا لله واقع، ومن أجل يطلع عن التلفزيون ينعم التلفزيون فسيأتي التلفزيون. هناك في إطلاقه، من عندهم في التلفزيون مثلا جاء حالي مثلا،
عندي تلفزيون، عندي اخوة، عندي والد، اقول هذا جزاك الله خير عنك، تلفزيون مو محرم وكذا وكذا، يقول لي ايش بعدين يقول لي ايش بعدين يقول لي اقول اسمع اذا كان يعني ما ينبغي انا اقول ما ينبغي يقول هذا الشعار، اللي يسمع 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 قل لي ابيك نعم خلاص الان خلاص ولا لا ما خلاص طيب طيب بارك الله فيك. إذا قال لك إن ابن عثيمين يقول كذا وكذا، قل له ابن عثيمين مو نبي، يؤخذ من قوله ويترك. نعم هذا جواب. وأنا لست إذا قلت قولا ألزم الناس به، ولا أرى أن أحدا يلزمه أن يقول بما أقول. أي إنسان يقول يجب على الناس أن يقول بما أقول، فمعنى ذلك أنه يريد أن يجعل نفسه رسولا. هذا واحد. الثاني قل له إن ابن عثيمين لا يقول إنه جائز على الإطلاق، ففرق بين الاقتناء والمشاهدة يا أخي. أنا أتكلم عن المشاهدة ما هو عن الاقتناء. قلت الاقتناء الأولى الإنسان ما يقتني أعرف لا، لكن المشاهدة غير. أنا ما أستطيع يا أخي بأي حال من الأحوال أن أحرم شيء ما أرى أن الدليل حرمه. على كل حال بارك الله فيك، الآن فهمنا رأيك أنك ترى أنه حرام. يا أخي أمنع ذات الله خير اتركه. المهم بارك الله فيكم يا أخوان، شيء يلزمني أن أقول به أنا أمامي الله عز وجل. اتركوا لا 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 تدخلوا البيت، أقول لا تدخلوا البيت. جزاك الله الله يجزاك جزاك الله خير. الله يوفق القائمين عليه، نسأل الله أن يوفقهم وأن لا يكون فيه إلا ما ينفع البلاد والعباد.